صامت صامت يا أستاذ لو دمي ساد 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 دمي من أجل حقوق اجعل جوش الله دمي من أجل حقوق اجعل جوش الله ودمي من أجل حقوق اجعل جوش الله ودمي من أجل حقوق اجعل جوش الله صامت صامت يا أستاذ لو دمي ساد صامت صامت يا أستاذ لو دمي ساد ودمي من أجل حقوق اجعل جوش الله ودمي من أجل حقوق اجعل جوش الله صامت صامت يا أستاذ لو دمي ساد صامت صامت يا أستاذ لو دمي ساد ودمي من أجل حقوق اجعل جوش الله ودمي من أجل حقوق اجعل جوش الله وتعيش حرة يا بلادي تعيش حرة يا بلادي وتعيش حرة يا بلادي تعيش حرة يا مرحبا بكم مشاهدينا عبر موقع مغارب نيوز. كما شاهدوا مسيرة حاشدة للأساتذة المتعاقدين مدينة الدار البيضاء، كانت وقفة قبل قليل أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، من ثم بدأت المسيرة بشوارع المجاورة للأكاديمية شديد أمني مكثف. لا سحالة تعلم يا أمي، 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 واللي قاري سيقو 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 أمي، والوزير يشتح ويغني، والوزير يشتح ويغني، والوزير يشتح ويغني، والوزير يشتح ويغني. لا تنسى.
لقد اردت ان اكون مسؤوليه